التهابات اللثة المزمنة تؤدي إلى حركة الأسنان. هنا المراجعة تعاني من حركة بسيطة بالأسنان وليست قوية، وزارت عدة أطباء نصحوها بقلع الأسنان. التهاب اللثة مراجعة تعاني من جيوب في اللثة عميقة. التهاب اللثة المزمن تحتاج إلى جلسات للعلاج. هذه الفجوات أو الجيوب اللثوية بعمق 3 مليم 4 مليم 5 مليم تؤدي إلى حركة الأسنان، ولكن ممكن ثبات الأسنان بإزالة هذه الأكياس الدموية. هذه الأكياس تعمل على نخر العظم من الداخل، مما يؤدي إلى فقدان الترابط بين العظم والسن، بين اللثة والسن. التهاب اللثة، نزيف اللثة. هناك حالات متقدمة تؤدي إلى زيادة الحركة في الأسنان. نعمل على عدة جلسات لعلاج اللثة، وستثبت الأسنان بإذن الله بعد إزالة المسببات والبكتيريا والجراثيم في داخل اللثة. هنا نخر في العظم، يعني حتى العظم اللي ماسك الأسنان من هذه الجهة فتحة كبيرة، معناها العظم منخور، ولكن يمكن تصليح ما أتلفه الزمن بعدة جلسات عن طريق علاج اللثة. شكراً.